أهلين جهاد، وينك انتي؟ خير؟ في شي؟ لا بس دقيت على باب غرفتك من الصبح وما حدا فتح. شكلك طالعة انتي وسيرين. اي انا طلعت من الصبح وهي ما بعرف والله. دقيت لها موبايلها؟ دقيت لها وما رديت. ايه بتكون نايمة او حاطط صامت. ايه بيصير. جهاد شبك؟ في شي؟ لا انتي بالشركة؟ هتك كفتت. تعال شرب قهوة، عازمتك على قهوة غير شكل. هلأ بشوف شو بيصير معي. ماشي يلا، وانتظارك. باي. ايه جهاد، شبك لسه تليفونات تليفونات، ما بتعرف اني مشغولة؟ آسف حبيبتي آسف، بس والله انشغل بالي. ايه ما ينشغل لك بال. مرقي إذا فيكي أنا بالمحل. والله ما بقدر، تعبانة كتير. ليش شوفي احكي لي. ما كنت حابب أقول لك بس في هدية جايب لك إياها وحابب أعطيك إياها. يا الله عن جد ما في داعي. لا هي هدية بتضل معك بس تسافري، رح تتذكريني فيها كتير. عن جد جوجي سلم. يلا خلص رح أمرق لعندك بس ما فيني طول كتير. باي. باي. لك اهلا اهلا بام السوس. لك اهلين بهالقامة وبهالعين. فوتي حبيبتي فوتي. ليه سكرت الغلاء؟ عادي حبيبتي. ما فيني اقدم لك الهدية قدام الناس، حابب يكون في خصوصية. إذا هيك اوكي. شغلة بدي أقول لك إياها. خير نورس صاير معه شيء؟ لا لا نورس كتير منيح، لا تاكل هم. القصة متعلقة بسيرين. شبهها؟ يعني ما بعرف شو بدي أقول لك بصراحة، بس في شيء بحياتها لهي البنت مو صح. ولك أنت شو عم تحكي؟ اهدى شوي، الشغلة ما بدها ضوجان. بتعرفي إذا بيكون هذا الكلام صح شو ممكن يصير؟ لا تخليني أندم إني حكيت لك، بجوز تكون نزوة وراحت، يعني ما بدنا نظلمها للبنت. نزوة؟ نزوة شو هي اللي عم تحكي عنها؟ لك فوق ما عطيتها كل شيء بملكه مشان تسافر، تطلع عم تحكي مع واحد مو معروف قرعت ابوه من وين وبتقولي لي نزوة؟ لك انا شو عملت؟ شو عملت؟ بس فهميني. طيب اهدى يا زلمة، اهدى شوي، بركي انا غلطانة، بركي. اهلين منال. اهلين. وين سيرين؟ مو مبينة من الصبح، عم دق لها موبايلها خارج التغطية. ايه شو بعمل لها يعني؟ وين سيرين؟ ما بعرف ولا بيهمني أعرف. جهاد اسمعني، يلي صار بيناتكم ممكن يصير بين أي اثنين، بس هذا ما بيعطيك الحق إنه نأذي بعضنا. بترجاك اللي وينه. قلتلك ما بعرف ما بعرف. لا بتعرف، وأصلا الكذب ما بيلبق لك، أنا صرت أعرفها كتير منيح. منال شو بدك؟ بدي تقلي وينه سيرين. صح هي ما كانت منيحة معك، بس هذا ما بيسمح لك إنه تأذيها للبنت. خلص منال ما عم بفهم عليك. لو سمحت لا تحسسني بالذنب، بترجاك والله مو ناقصني. هو هو علينا، خلصنا منال. عم قلك ما بعرف ولا بدي أعرف، أنا تعبان وبدي نام. بهي الحالة أنا مضطر أخبر الشرطة. عم تهدديني؟ لا أبداً، بالعكس بدي إياك أنا وأنت نروح على الشرطة، لازم نخبرهم بركي صاير على البنت شي. شو قلت؟ لك انت ليش عم تحاميلها؟ ما عم بفهم عليكي ليش؟ لك جهاد وين سيرين فهمني؟ ليقوم عاملنا شيء؟ عاملنا شيء اذيه؟ ولك فهمني؟ انطاء وينها؟ عندي بالمحل. امشي خلينا نجيبها، امشي. لك بسرعه بسرعه. طولي بالك طولي بالك. آسفة. انت منيحة يا حبيبتي؟ ولك شو عامل؟ جيب لك أغراضها. كيف فيك؟ كيف؟ ما عم بفهم. تعي تعي حبيبتي تعي. شيلي رجلي شيلي يا هون شيلي شوي شوي. سندي علي سندي علي سندي علي.
عن شيء حبيبتي معلش. يلا 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 تعال 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 تعال. عمل عليك. عمل عليك عمل عليك. معلش معلش معلش. يلا يلا يلا. جهاد خلص والله أنا مو وقته هلأ بنحكي بعدين. أوه أخ صباح الخير. شو كيف صرتي؟ صباح الخير. خليكي طب خليكي مرتاحة. وينه؟ منال وينه؟ شو بدك فيه هلأ؟ بدي اعتذر منه، هو ما بيستاهل يلي عملته معه. خلص صار اللي صار، برأيي هلأ انكم تهدوا. أنا مع كل شي سواه فيني بستاهل، يا ريته أصلا موتني وريحني. يا ريت. منيح انك عم تحكي هذا الحكي. منال ناديله بدي شوفه، مشان الله ناديله. سوسو صدقيني الزلمه مانو لقيان نكشه بلاها. صدقيني مو بايدي، انا كتير مستحق رحالي. ندمانه؟ انا خجلانه من حالي كتير. بحياتي ما فكرت اني اذي اقرب حدا لإلي. ومين؟ جهاد. ليش؟ مشان شو يا منال؟ هاد الحكي ما عاد ينفع. اصلا بهاد البيت ما حدا قصر بحدا، خصوصي انت. صح ومعك حق. صدقيني انا ما بعرف ليش عملت هيك، والله ما بعرف. روقي هلأ وارتاحي، رح أساوي لك زهورات بتنفعك. إيه؟ منال شكراً. أهلين منال. اسمح لي فوت. تفضلي. كيف صرت؟ اوهو شو منيح، لدرجة انه ما عادت حاسس بشي ولا شي ولا شي. هي لا تخونك، هي تهرب من